وللحديث أكثر حول ينضم إلينا للحديث أكثر حول العملات محلل الأول في أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. سيد سركيس، بعد التحية، الدولار ما زال يواصل مسيرته الصعودية، ما المتوقع في ظل ترقب عام لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الحالي؟ صباح الخير. بالفعل تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه أسعار الفائدة، وتشير أغلب التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس. لكن بالنظر إلى توقعات الأسواق سنلاحظ بأن 20% من التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي قد يقدم مفاجأة برفع الفائدة ب 100 نقطة أساس. لكن بالعودة إلى البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا، والتي من بينها بيانات التضخم وكذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إلى جانب مبيعات التجزئة، مؤشر أيضا مدراء المشتريات، كلها تعطي انطباع بأن رفع الفائدة 75 نقطة أساس قد يكون هو الخيار الأنسب للاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن. بالتالي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 9 مساء سنكون مع كشف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقراره تجاه السياسة النقدية، وأتوقع شخصيا أن نرى رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. لكن أنوه إلى أننا لسنا فقط ننتظر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بل سننتظر أيضا قرار بنك بريطانيا المركزي إلى جانب أيضا البنك الوطني السويسري، وفوق كل ذلك سنكون مع بنك اليابان المركزي. فكل هذه البنوك من المتوقع أن تصدر قراراتها هذا الأسبوع، مما قد يبقي على حالة من التذبذب في الدولار الأمريكي لحين صدور هذه القرارات المهمة جدا. نعم سيد سركيس، أيضا الجنيه الاسترليني ينخفض إلى أقل مستوياته منذ أكثر من 37 عاما مقابل الدولار، فقد حاجز دولار وخمسة سنتات. هل من الممكن اعتبار قوة الدولار فقط هي العامل الوحيد في هذا الانخفاض، أم أن هناك عوامل أخرى؟ في الحقيقة هنالك عدة عوامل أدت إلى الهبوط في الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي. لو نظرنا إلى تحركات الأسبوع الماضي، أغلق الجنيه الاسترليني عند أدنى مستوى منذ ثمانينات القرن الماضي، وانخفض بحوالي 1.4%. هذا الانخفاض جاء أكبر من انخفاض العديد من العملات، فالدولار الأمريكي بحد ذاته ارتفع ب0.6 نقطة مئوية. بالتالي هنالك أسباب أخرى بالتأكيد. هناك مخاوف كبيرة على الاقتصاد البريطاني، المخاوف ترتكز على أن الاقتصاد البريطاني متوجه إلى الركود في وقت قريب، فيما بنك إنجلترا المركزي من المحتمل أن يرفع الفائدة فعليا هذا الأسبوع ب50 نقطة أساس، بينما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة سابقا 75 نقطة أساس، وعلى الأرجح سيرفعها ب75 نقطة أساس. موضوع آخر مهم في بريطانيا وهي تأثر الاقتصاد في أزمة الطاقة. يبدو أن بعض الدول الأوروبية كانت أفضل من بريطانيا بالاستعداد لمثل هذه الأزمات، لكن في بريطانيا تتزايد المخاوف مع اقترابنا من فصل الشتاء، وهذا ما يزيد الضغط الكبير على الجنيه الاسترليني. باعتقادي قد يبقى الجنيه الاسترليني تحت ضغط هابط إلا إذا أبدأ بنك إنجلترا المركزي سياسة تشددية أكثر من المتوقع، فعندها قد يعاود الارتفاع لبعض الوقت. لكن بشكل عام أعتقد بأن الدولار قوي، والجنيه الاسترليني ربما سيستمر في انخفاضه مقابل الدولار. نعم سيد سركيس، أيضا اليورو ما زال يكافح عند مستويات التعادل مع الدولار، ما هو المتوقع في ظل استمرار الفيدرالي الأمريكي بسياسته النقدية التشددية؟ الآن دعنا نتفق بداية أن الاتجاه الإجمالي لليورو هو اتجاه هابط، وقد يستمر هذا الاتجاه على المدى المتوسط والطويل، وباعتقادي يتوجه اليورو فنيا إلى مستويات 97 سنتا أمريكي. لكن يتداول اليورو حاليا باستقرار حول مستويات التعادل، وهذا لأن البنك المركزي الأوروبي غير من توجهات سياسته النقدية مؤخرا ورفع الفائدة كذلك مثل ما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ورغم أن الفيدرالي سيستمر برفع الفائدة، لكن أيضا أصبح متوقعا أن يستمر البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة، وهذا ما خفف من قوة الاتجاه الهابط على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي. لذلك
لا استبعد هذا الاسبوع مزيد من المحاولات للارتفاع، لا استبعد تذبذب قبل قرار الاحتياط الفدرالي الامريكي، لكن كما اشرت في البدايه الاتجاهات الهابطه ربما ستبقى مستقره على اليورو امام الدولار الامريكي. نعم سيد سركيس، ايضا الين الياباني ما زال يواصل تراجعه امام الدولار، هل من المتوقع ان يتخذ المركزي الياباني خطوات لانقاذ الين؟ في الحقيقة يعتقد الكثير من المستثمرون بأن بنك اليابان يجب أن يتدخل في سعر صرف الين الياباني، لكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى اقتصاد اليابان فهو يعاني من حالة تباطؤ كبيرة. في آخر البيانات التي صدرت للميزان التجاري في اليابان أظهرت أكبر عجز قياسي في اليابان بأكثر من 2.6 تريليون ين ياباني. هذا العجز الكبير أيضا سيضع ضغوط كبيرة على بنك اليابان حتى يحافظ على سياساته التحفيزية من خلال تثبيته المتوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع. بالتالي عندما يرفع الفدرالي الأمريكي الفائدة ويبقي بنك اليابان المركزي الفائدة في النطاق السالب، هنا تتزايد احتمالات المزيد من الانخفاض في الين الياباني، لأن فروقات عوائد السندات سترتفع على الأرجح لصالح الولايات المتحدة. لكن لا يجب استبعاد أن نرى قرارات مفاجئة من حكومة اليابان أو بنك اليابان لإيقاف هذا النزيف، لكن اقتصاديا يبدو أن الين الياباني متوجه لمزيد من الانخفاض. نعم محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار، شكرا جزيلا لك.